السلام عليكم وشكرا على الاستضافة. فيما يخص المقابلة ديال الدفاع الحسن الجيدي والرجاء البيضاوي عند الدورة التاسعة من البطولة الاحترافية، كانت برمجت للمرة الأولى وتم تأجيل ديالها للالتزامات ديال فريق الرجاء والرجاء البيضاوي المقابلة الدولية، وتمت البرمجة ديالها يوم 7/1/2020 بملعب العبدي. يعني الفريق الدفاع الحسن الجيدي يعني حضر كل شيء في إطار القانون والمساطر الجارية للعمل. للاسف فريق الرجاء البيضاوي تخلف عن الحضور، لم يحضر. كان حضور ديال الحكام، ديال مندوب مقابله، كل شيء، يعني كاع المساطير دارت وترفعت الوثائق كلها للجمعيه الملكيه المغربيه لكره القدم. من بعد الرجاء البيضاوي قبل من هذا التاريخ ديال المقابله ديال 7/1 كان دار واحد الملتمس، وكان اجتماع رسمي مع الاعضاء ديال العصبه الاحترافيه للالتماس لكن شي امكانيه ديال تاجيل هذه المقابله، وكانوا نقطتين في جدول الاعمال، يعني تقديم مقابلة ديال الرجاء البيضاوي في فتح الرباطي، الشيء اللي استجبت ليه العصبة. النقطة الثانية كانت هي تأجيل مقابلة الدفاع الحسن الجيدي والرجاء البيضاوي. هذه المقابلة يعني ملي كنتكلموا على الاجتماع اللي حضروا فيه مسؤولين ديال الرجاء البيضاوي، الكاتب العام ديال الفريق، ديال المكتب المديري ديال الفريق، والمدير الإداري بحضور أعضاء اللجنة الاحترافية، يعني اجتماع حسب تصريح ديال رئيس لجنه البرمجه دامت قرابه 6 ساعات ولم يتوصلوا الى حل، لان البرمجه كانت جد معقده انذاك، مازال ما كانش هذه المرحله ديال كوفيد، ومع ذلك ما تمكنوش من البرمجه ديال المقابله، ما لقاوش لهذا، ما لقاوش تاريخ اخر. بعد ذلك يعني الامور تحالت على اللجنه، نهار المقابله ما حضروش كما قلت، تحال الموضوع على اللجنه التاديبيه. نذكر بان فريق الدفاع الحسن الجيدي لم يكن طرفا في الموضوع، بحيث لا الاجتماع ديال العصبه ما حضرناش ليه، لان هذا كان موضوع تيخص العصبه والرجاء البيضاوي، احنا ما حضرناش هذا الاجتماع لان كان طالب ديالهم من العصبه. حتى الموضوع ملي مشى اللجنه التاديبيه التابعه للجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم اللي هي لجنه مستقله، تم استدعاء فريق الرجاء البيضاوي وحضروا مجموعه من الاعضاء في هذا الاجتماع. اذا حنايا بالنسبه لنا اليوم اللي نصبنا راسنا طرف بعد صدور القرار، لان ملي صدر القرار نتكلم عن اعاده برمجه المقابله يوم 27/7. هنا فريق الدفاع الحسن الجيدي اصبح طرفا في الموضوع، لان احنا بالنسبه لنا المقابله انتهت، المقابله يعني فريق ما حضرش، غطبق القوانين الجريمه العمل. كاين هناك تضارب في النصوص، كل واحد تيفسر النصوص للصالح ديالو، ما ندخلش في المسائل القانونيه لان احنا مازال في مرحله الاستئناف ان شاء الله اللي غنوضعوه يوم الاثنين. اليوم راه كان اجتماع طارئ يعني مباشره بعد صدور هاد القرار ديال اللجنه، كان اجتماع طارئ الساعه 1:30 اليوم، واليوم راه بعد دقائق غيصدر بلاغ في الموضوع في جميع التفاصيل وجميع الاجراءات اللي غادي ياخذها المكتب المديري لفريق الدفاع الحسن الجيدي. الأهم هو أننا لن ندخر جهدا في الدفاع على المصلحة ديال الفريق الدفاع الحسن الجيدي، لأن الفريق الدفاع الحسن الجيدي فريق عنده القيمة ديالو وعنده تاريخ ديالو، وما يمكن لنا أن غندافعوا عليه لا وطنيا وأنا كنواعد الجمهور ولا حتى دوليا، وخط يعني الأمور تمشي أبعد غنمشيو حتى للمحكمة الدولية، لان هذا موضوع بالنسبه لنا احنا مامنين به ان فيه حق ديال الدفاع الحسن الجيدي. غنشتغلوا دائما داخل المؤسسات، لان احنا يعني هذه مسائل طبيعيه، نشتغلوا داخل المؤسسات في اطار الشرعيه، لكن سندافع حتى لاخر رمق على هذا الحق ديالنا، لان بالنسبه لنا هذا القرار كان غير منصف. مع احترامي للاعضاء ديال اللجنه، كنظن ان كاين مجموعه من المعطيات اللي غادي نقدموها في الدفوعات ديالنا في الاستئناف اللي غتاكد ان فريق الدفاع الحسن عنده حق وخصو ثلاثه النقاط ديالو. هذا النزاع الدفاع بعيدا منه ما بين البرمجه وما بين فريق الرجاء البيضاوي، الدفاع ما عنده حتى شي ذنب في هذا الموضوع، خصها ثلاثه النقاط ديالها. كانت شي امور اخرى تطبق خارج هذا الاطار، اما الدفاع الحسن الجيدي حضر الماتش، كان حاضر، كانت الامور كلها بخير، خصنا ثلاثه النقاط ديالنا. كانت شي امور اخرى، هناك طرفين اخرين متنازعين، ما يمكنش الدفاع الحسن الجيدي، كانت مقابله، كانوا جماهير جاو اداو واجبات ما شافوش مقابله، كانت اجراءات، كانت مسائل اخرى اللي خصنا نتكلموا عليها، ولكن غنتكلموا على هادشي كله غادي نخليه ان شاء الله لجنه الاستئناف.